عند الإشارة تكون الساعة 7 صباحا. هنا رباط إذاعة المملكة المغربية. أهلا وسهلا بالجميع. غادي ندخلوا مباشرة في الموضع ديالنا ديال الحلقة ديال هذا النهار، ولكن قبل ما نمشي لواحد صريح خطير وخطير جدا لصحفي عراقي اسمه فرهاد، هذا من العراق، اللي غادي يقول واحد الكلام في غاية الأهمية وسيبين خبط المخابرات الجزائرية وربيبتها البوليزاري والاجتماع الذي كان بدولة العراق، وغادي نشوفوا شنو هي الشخصية البارزة اللي كيحاولوا أنهم يخطوا من أجل ضرب استقرار المملكة المغربية الشريفة. قبل ما نرجعوا للصحفي فرهاد ونسمعوا التصريح دياله، هنا بعد اغتيال حسن نصر الله خرج بعض الأبواق منهم ذاك عبد الباري عطوان، واعتبر بأن نصر الله شهيد وسيد الشهداء، اللي هو استشهاد سيد الشهداء حسن نصر الله، السيد حسن نصر الله رحمة الله عليه. منين أنك كتقول بأن نصر الله شهيد وسيد الشهداء؟ نسيت ما فعله في أهل السنة في سوريا، دبح أبناء السنة في سوريا ودبح أهل السنة في العراق. وقبل كل هذا، أليس هو شيعي رافضي مبتدع سب وأمنا عائشة وأبو بكر وعمر؟ والسؤال، هل الشيعة الرافضة مسلمون أصلا؟ السؤال المطروح لعبد الباري عطوان، لماذا لم تطرح السؤال؟ لماذا لا توجه أصابع الاتهام لإيران الماجوسية وتقول الحقيقة أن إيران تواطأت مع إسرائيل من أجل قتل حسن نصر الله وقبله قاسم سليمان وهنية ووغ؟ لماذا لا تقول الحقيقة أن إيران قامت بتقديم رئيسها السابق إبراهيم رئيسي كقربان لإسرائيل لإبعاد الشبهات؟ لماذا لم تتكلم عن الفضيحة، فضيحة ما يسمى بإيران جيت، عندما تواطأت إيران مع أمريكا لضرب العراق؟ كل هذه الأسئلة كنت أتمنى أن يجيب عنها السيد عبد الباري عطوان ويقول الحقيقة بدل درف دموع التماسيح والضحك على الدقون. ولكن قبل أننا منزيد أننا نكمل على إخوان في هذه الحلقة، هذه غادي نخليكم مع صريح لمحمد الحسيني الذي تنبأ باغتيال نصر الله ووجه رسالة إلى السيد حسن نصر الله. ليسمعوا جميعا. اجمع شملك وعهد عهدك واكتب وصيتك، فمن اشتراك باعك اليوم، ولو تعلم ماذا قالت إيران عنك وماذا أوصلت من معلومات وماذا أرادت مقابل رأسك لانقلبت المعادلة. طيب. ولكن من الليلة اعلم بأنك أنت أصبحت اليوم الهدف الأول، لذلك اكتب وصيتك، وهذا ليس تهديد، اكتب وصيتك. ونحن اليوم نحن اليوم نتكلم بجدية. احنا غادي نشوفوا على من يجي الدور الآن، سواء كان نصر الله أو من سيعود نصر الله، كنوا على يقين بأن النتيجة غادي تكون التصفية. إذن من خلال كرونولوجية الأحداث الآن الإخوان، هذه التصفية ديال حسن الله الذي أعتبره بأنه كان بمثابة قربان وأعطته إيران لإسرائيل من أجل تصفيته ليس إلا. إذن كما قلت لكم، من خلال كرونولوجية الأحداث، جاءت متزامنة مع زيارة نائب محمود عباس إلى مجموعة من الدول العربية بما فيهم المغرب من أجل التفاوض على المشروع المهم، وهو مشروع حل الدولتين. هذا المشروع هذا التي رأت إيران أنه لا يخدم مصالحها، لأنها كانت دائما تريد أن تبقى غزة مرتعا لها كما فعلت مع حزب الله في جنوب لبنان. وهنا والله صدق الفلاسفة الإغريق عندما قالوا يجب أن لا نركز على ما يقوله أساسا بل على ما يفعلونه على أرض الواقع. ولو نظرنا إلى ما فعلته ولا زالت تفعله إسرائيل وإيران على الأرض، نجد أن الطرفين حلف واحد يتقاسم العلم العربي بالمسطرة والقلم.
وهنا يجيو شي وحدين انهم يخرجوا ويامنوا بهرطقات ايران الماجوسيه. منين كانوا كيخرجوا هاد ايران كانوا كيخرجوا كيخرجوا بواحد التصريحات كيقول لك الموت ديك البروباغندا الخاويه الموت لامريكا وامريكا الشيطان الاكبر في الوقت اللي كان كيخرج فيه الخميني لعقلته بفتاوى واضحه في تبرير الوسيله عندما قال لو توقف ردع الظالم على الاستعانه بالظالم وجب التعاون معه والاستعانه به. وهذا كان يتجسد الاخوان على ارض الواقع عندما تواطأت ايران والمخابرات الايرانيه مع الجيش والمخابرات الامريكيه في افغانستان وفعلوا نفس الشيء عندما دخلوا الى العراق. وهنا يتبين ان ايران تتغير وتتلون ولا تؤمن الا من اجل تحقيق مصالحها ليس الا. وهنا واحد المساله اخرى، وهم من يقول ان خامنئي هو الحاكم الفعلي لايران، بل الدوله العميقه هي من تتحكم في زمان الامور الاخوان. وبطبيعه الحال هنا غادي نشوفوا بان الوظيفه ديال خامنئي كاين اربعه ديال الاشياء، هي التعبئه، الدعايه الاعلاميه، التحريض، استخدام الاحاديث والروايات الدينيه من اجل اهداف سياسيه ليس الا. وراه كان كما قال بان هذا الخميني خامنئي قال قوة الدولة أهم من الدين، أهم من الأشخاص، همنا الغاية وليست الوسيلة. ولهذا نجد بأن إيران قدمت لإسرائيل في طبق من ذهب حسن نصر الله وهنية قاسم سليمان واواوا. وغير هذا الأسبوع الإخوان تم التصفية مجموعة من الشخصيات والقادة السياسية والدينية والأمنية ومستشارين من فيلق القدس في ضربة واحدة. هنا غير باش نكون واضحين، ولكن السؤال المطروح علاش إيران كتقوم بهذا الشيء هذا كامل، وهذا ما سنجيب عليه بطبيعة الحال. للإجابة على هذا السؤال الإخوان غادي نمشيو ل 7 أكتوبر. شنو وقع بالضبط؟ إسرائيل هددت إيران واتهمتهم بتفريخ وإنشاء الميليشيات الإرهابية، ووجهت إسرائيل خطابة تهديدية لإيران وقالت لهم وجوب أن يعم الاستقرار، وهذا الاستقرار لن يتم إلا هذه إسرائيل وجهت واحد الرسالة إلى النظام الإيراني، قالت لهم إلا بضرب النظام الإيراني وتصفية القادة ديال إيران أو تقديم قربان حتى تطمئن إسرائيل. وبما أن إيران كما قلت لكم أنها لديها مبتغى وبغي أنها تحقق مجموعة من المشاريع ديالها كالمشروع النووي وأنها تريد فك الحصار عليها من طرف الولايات المتحدة الأمريكية، وقع ما وقع وتم تقديم حسن نصر الله في طبق من ذهب كقربان لإسرائيل. دابا كيقولوا بأن من سيخلف حسن نصر الله هو هاشم صفي الدين، وهذا يقال بأنه متعصب وعنده كاريزما ومتعطش إلى الدم اللي غادي يخلف حسن نصر الله. ممكن أنه يتهور وسيقوم بالرد على إسرائيل. واحد المسألة الإخوان، سواء كان حسن نصر الله أو هاد هاشم صفي الدين أو علال أو فرتلان أو زيد أو عمر سيتم تصفيته في الأخير. لأن علاش إيران كتقوم بواحد الخطة جهنمية ما يسمى بالنفخ الإيراني، كتبقى تنفخ ذاك الإنسان كما وقع لحسن نصر الله، كتبقى تنفخ فيه لسنين وسنين، أنه مني كيوجد بحال واحد الكبش كيسمن كتقوم بذبحه وتقديمه كقربان. هذا ما سيقع لهاشم صفي الدين اللي غادي يخلف حسن نصر الله، وغادي يخلفه من بعد آخر وآخر وآخر، والنتيجة واحدة ليس إلا. إذن غادي نمشيو الإخوان باش ما نطولش عليكم للصحفي العراقي فرهاد من العراق اللي غادي يقول واحد الخطر، واحد الكلام خطير وخطير جدا. كيف تخطط المخابرات الجزائرية وربيباتها البوليزاريو؟ وغادي يهضر واحد الاجتماع كان مؤخرا بالعراق، وغادي يجبد لنا واحد الشخصية بارزة اللي عندها واحد دور مع المخابرات الجزائرية والقادة ديال البوليزاريو من أجل ضرب مصلحة المملكة المغربية الشريفة. لنستمع إليه جميعا. بعد اجتماع حصل في بغداد قاني من ضمنهم يعني بميليشيات هذه من ضمنهم جماعة بوليساريو
وعدهم بالمال، طبعا المال كله من العراق للأسف، حتى لحماس وحوثي كله من بطن الشعب العراقي المسكين المظلوم المغلوب على أمره. الأموال تذهب من العراق إلى والطائرات درون تأتي من إيران إلى جرف الصخر القاعدة الإيرانية المتقدمة، ومن هناك تتحول بطائرات إلى الجزائر إلى بوليساريو. وللأسف يعني الآن في القرن الأفريقي بدأت إيران تتمدد على حساب هذه الجماعة، لكن ولله الحمد المشروع الإيراني في انكماج بعد هذه الضربات. لكن اجتماع حصل نعم في مربع الجادرية بين القعاني وهذه الجماعات حوثي وحماسة وغيرهم من ضمنهم بوليساريو، ووعدهم بالمال والسلاح، وممكن المال والسلاح وصل بيديهم هذا من شهرين تقريبا. وقائد فيلق حرس الثوري الإيراني هو الذي يشرف على حزب الله اللبناني وعلى هذه الجماعات في العراق وعلى الكل، هو إسماعيل القعاني، هو عندما فطس أو هلك قاسم سليماني جاء ليحل محله، لكن قاسم سليماني ما كان له علاقة ببوليساريو وهذه، إلا الفترة الأخيرة حصلت بعد التقارب الإيراني الجزائري وبعد ذهاب أمير الموسوي للسفارة الجزائرية في الجزائر العاصمة وقام بنشر هذا مذهبهم إلى آخره، فحصل ما حصل لأن إيران عندها سياسة أخي أبو طالب دائما تتعامل، لا تتعامل مع الدول، تتعامل بين القوسين بشيء اسمه فل، فل يعني ناس ما مرغوبين في مجتمعاتهم، فتقوم بدعمهم بالمال ولديها كتيبة أبو رغال الإعلامية، فتقوم بتكبير منه هؤلاء كذا وكذا وكذا إنه يضخمهم حتى يوهم الناس إنه هؤلاء هم أصحاب القضية، وفي الأصل هم ليسوا أصحاب القضية. القعاني اجتمع مع الكل وبتوقيع قعاني يعني من شهرين، يعني أكيد الآن وصلهم الأسلحة ودرون وكل شيء وصلهم بالتأكيد وصل، وأنا إن شاء الله اليومين ثلاثة راح أتأكد من الأخبار وإن شاء الله أفيدكم بالأخبار بإذن الله. إذن من بعد التصريح ديال الصحفي العراقي فرهاد من العراق، وهذا أخلنا يعني كاين شط مواقع التواصل الاجتماعي وقال الحقيقة، ولكن كاين شيء آخر، كاين يقال بأن كاين واحد التصريح مسرب من تصريح من وزير عراقي. شنو قال؟ قال بأن من كان في الاستقبال بالعراق للمخابرات الجزائرية والقادة ديال الجبل ومية نسمى بالبوليساريو، كان هناك في الاستقبال حشد من قيادة الحشد الشعبي. وهنا شنو كيتبين الإخوان؟ يتبين ضعف النظام الجزائري مني كان يسمعوا أن البوليساريو أنها بدأت توجه البوصلة ديالها نحو أقصى الشرق باش أنها تلقى الدعم، هذا يتبين ضعف النظام الجزائري، لأن الجزائر هنا كيتبين بأنها فشلت، لا تمتلك الأسلحة والمقومات للاستمرار في دعم البوليساريو. باش نختم هذه الحلقة، اللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين. كان معكم الأستاذ أحمد، كنتمنى بأن هذه الحلقة هذه تنال الرد ديالكم، ومازال أننا غادي نبحثوا مزيان ونحاول أن غادي يكون لقاء معكم آخر إن شاء الله الرحمن الرحيم، ولكل حادث حادث. تقبلوا تحياتي، كان معكم الأستاذ أحمد، إلى اللقاء في فرصة قادمة بحول الله.